السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج رمضان كريم على قناة الصحة والجمال. كل عام وحضراتكم بخير. رمضان خلاص كنا بننتظره من عدة أيام، عدى نص رمضان والنص التاني ابتدينا فيه، النص المهم، نص العتق من النار، نص اللي فيه العشر الأواخر من رمضان، النص اللي هو يعني خلاص النص اللي هتفوز بيه، نص الجايزة، انت كملت النص الأولاني، الماراثون الأخير 15 يوم 14 يوم انت فيهم، بتقول يا رب تقبل مني الصيام اللي فات واللي جاي. العشر الأواخر مهمين جدا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في العشر الأواخر كان بيشد مأزره وكان بيترك الفراش وكان يعني بيبقى منتهى الاستعداد لهذه العشر الأواخر. نتمنى احنا كمان ان شاء الله نكون مستعدين زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعد للعشر الأواخر، وازاي ان احنا في العشر الأواخر من رمضان ازاي نقتدي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وازاي نعمل زي ما كان النبي بيعمل في رمضان. هنكمل لقائنا ان شاء الله مع فضيلة الشيخ جابر العطيفي، كانت حالة امس بتتكلم عن ازاي الصوم عبارة عن ايه، وصوم العوام وصوم الخصوص وصوم الجوارح، وبعدين اتكلمنا عن القلوب وازاي القلوب بتتقلب، واتكلمنا عن التوبة، كل ده في رمضان. ولكن النهاردة هنتكلم عن العشر الاواخر من رمضان، مع هنشوف الحلقة هتودينا لفين. ولكن قبل ما ابدأ الحلقة بتاعتي انا ناوي انوه عن حاجة مهمة جدا. مصر وشعب مصر ما فيهوش مسلم ما فيهوش مسيحي، مصر لحمة واحدة، شعب واحد، وحدة وطنية، ناس كلنا مع بعض في وطن واحد، كلنا بنعيش مأساة واحدة، وفي المأساة دي ما بنفرقش. زي الحرب كنا في أكتوبر، ما فيش مسلم وما فيش مسيحي، كان المسيحي بيقول الله أكبر، كان المسيحي بيصوم مع المسلم في رمضان في حرب أكتوبر، وكانت لحمة وطنية جميلة جدا. برضو وإحنا في الحرب اللي إحنا فيها دي، حرب فيروس كورونا، بنشوف الوحدة الوطنية بتتمثل. أحد الأصدقاء بعت لي، وهو الحاج محمود طلبة، بعت لي بيقول لي إحنا عايزين نشيد بدكتور اسمه دكتور مينا. دكتور مينا دكتور صيدلي، هي صورته هي معانا على الشاشة. دكتور صيدلي هذا الطبيب وهذا الدكتور الجميل اللي يعني منور، هو دكتور مسيحي، ولكن بيقوم في صيدليته بعمل خير ممتاز جدا، لا بيفرق بين مسلم ولا مسيحي. أي فقير بيجيله بيبقى محتاج دواء، هذا الدكتور بيقوم بإعطائه الدواء من غير ما ياخد منه فلوس. تخيل بقى لو حد جاله وما معهوش يقول له خد الدواء، ولما يبقى معاك ابقى تعالى ادفع. لو حد جه وعمل تخفيضات في الأدوية بتاعته ب10% و15%، يعني بنشوف مثال ونموذج في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، بيمثل الوحدة الوطنية، بيمثل ان هو ازاي بيقف جنب الناس في الظروف اللي احنا فيها دي. انا بحييه، واكيد كل واحد مننا بيحييه لان هو قايم بدوره. ياريت كل واحد مننا، هذا طبيب وفي صيدليته قام بالدور ده، ياريت رجل الاعمال يقوم بالدور ده، بدل ما تمشي الموظفين من عندك، لا حاول ان انت تلم الناس اللي معاك، حتى لو بتديهم نص الاجر ولكن يبقوا موجودين معاك. يا ريت رجال الاعمال يهتموا، يا ريت نهتم بالعماله زي ما الدوله اهتمت بالعماله. الدوله مش هتشيل كل حاجه، ولكن يجب علينا كلنا ان احنا في الظروف دي نكون ايد واحده. انا بحييك دكتور مينا نيابه عن ناس كتيره جدا، وبنقول لك ربنا يقدرك على فعل الخير، وهم دول المصريين فعلا اللي بيبانوا في الشدائد. هروح لضيفنا فضيله الشيخ جابر العطيفي، وارحب بيك، اهلا بيك. اهلا وسهلا يا مرحبا، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا وسهلا. فضيله الشيخ، عايز اخد رايك قبل ما ندخل في موضوع الحلقه في النموذج اللي احنا شفناه، في نموذج من احد افراد الشعب المصري دكتور مينا. نموذج يحتذى به طبعا. إيه؟ طبعا نقول له طبعا انا احييه واربط على يديه، وربنا يكتر من امثاله. طبعا ده احنا في مركب واحده يا استاذ هاني، احنا في مصر هنا كلنا في مركب واحده، سفينه واحده، فكلنا نريد النجاه، لا تفرقه بين مسلم ولا مسيحي، كلنا يد واحده. كورونا لا يفرق بين لا مسلم ولا مسيحي ولا ابيض ولا اسود ولا غني ولا فقير، نحن في ابتلاء. ففي وقت الابتلاء محتاجين نتكاتف، يعني حتى لو ما تكاتف قبل الابتلاء، فوقت الابتلاء نتكاتف
اكثر. وانا بحيي طبعا في كل واحد في ما يعني في مجاله، في مجاله كل انسان في مجاله. ليه؟ عشان ننهض بهذا الوطن، لان الوطن عباره عن ايه؟ انا وانت والدكتور مينا وغيره وغيره، مش يعني كل واحد في مكانه بيبقى هو الوطن، جزء من هذا الوطن. فكلنا ايد واحده ننهض بهذا الوطن، نبقى ايد واحده في الابتلاء علشان نعدي الأزمة. هذه الغمه وهذه الازمه على خير بفضل الله ان شاء الله. ربنا يزيح الغمه دي على اخر رمضان ان شاء الله، ونكون كلنا فرحانين ان شاء الله. املنا في ربنا كبير وظننا فيه كبير، املنا في الله، بس احنا نزود الدعاء شويه طبعا. تضرع مع ربنا، تضرع طبعًا. وليس الدعاء قدره. هناك فرق بين التضرع والدعاء، وده هندخل فيه في الحلقه ونتكلم فيه. فضلت الشيخ، امبارح اتكلمنا عن انواع الصيام، وقلنا ان في صيام العموم وصيام الجوارح وصيام القلوب، واتكلمنا عن القلوب وقلنا القلوب البيضاء والقلوب السوداء. نعم. وتكلمنا قبل القلوب عن التوبة، وهي دي من أهم الأشياء التي طبعا يجب على الإنسان أنه هو يسعى إليها في هذا الشهر الكريم. بعد ما اتكلمنا وجات لنا بعض الأسئلة وجاوبنا عليها، النهاردة قلنا هنتكلم عن العشر الأواخر من رمضان. إحنا ابتدينا النهاردة، عدينا نص رمضان، وابتدينا خلاص في الأمطار الأخيرة والأيام الأخيرة من شهر رمضان والثلث الأخير، وابتدى السباق كاد أن ينفض. فلازم أن احنا إن شاء الله في هذه الأيام نكون من الفائزين. فكيف نكون من الفائزين في العشر الأواخر من رمضان بعتق الله من النيران؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل لما نزل، لما جاء دخل رمضان، طبعا رمضان شرف بماذا؟ شرف بنزول القرآن فيه. الشهر الوحيد يا أستاذ هاني الذي ذكر في القرآن باسمه شهر رمضان، شهر رمضان. ويكفي هذا شرف تمام لنزول القرآن في هذا الشهر الكريم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا شهر القرآن كما قلنا شهر الصبر، شهر الاتحاد والتعاون، شهر التقوى، شهر الاجتهاد والجد. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجتهد في شهر رمضان ما لا يجتهد في باقي الشهور. طب انا هاخد من حضرتك بقى عشان تفضل نسمع النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بتمعن، هناخد التليفون ونرجع لحضرتك. اتفضل. الو، الحاج محمود طلبه، اهلا بحضرتك. الو، ربنا يخليك يا استاذ هاني، ربنا يكرمك. طب اسمعنا بس من التليفون ووطي التلفزيون. باشا انا بشكر حضرتك على شكرك للاستاذ الدكتور مينا اللي في شارع عبد المنعم رياض في سوق علي. تمام، الله يخليك، شكرا، ده حقه. ربنا يخلي حضرتك، ده راجل محترم فعلا، وزي ما حضرتك شكرت فيه وذكرت ان هو بيطلع علاج بتخفيض 10%، ولو ست ما معهاش ثمن العلاج ف بيسيبها تمشي. تمام، وبيشرف على الاولاد بدون مقابل. وحاجه جميله جدا يعني، واجهه مشرفه. طب ده مثل يحتذى به يعني، ريت كل المصريين واحنا فرحانين بيه طبعا، ونتمنى كل اصحاب الصيدليات والدكاتره القادر انه يعمل شيء يعملوا عشان الشعب المصري، يعني كلنا في مركب واحده. يا ريت كل الناس تعمل كده يعني بيه. الله يخليك حاج محمود، شكرا ليك، وسلامنا للدكتور مينا، وقول له كل سنه وهو طيب. نناشد، ربنا يخلي معاك، انا عايز اناشد رئيس الحي على اهتمامه بالشوارع دي وتركيب بلاط واضاءه. وطي بس التلفزيون. وتوسع الشارع ده للناس تمشي ان شاء الله. رسالتك وصلت، واكيد حد من المسؤولين هيسمعك. شكرا ليك يا حاج محمود. استاذه هبه، استاذه هبه، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك طيبه، اتفضلي. ممكن اسال يختم سؤالي؟ اتفضلي يا فندم. معلش انا بس عايزه اسال، انا عايزه اقول له، هو الجواز ده اسمه نصيب ولا اختيار؟ ده السؤال الاول. الجواز اسمه نصيب ولا اختيار؟ السؤال الثاني، هو الانسان لو لقى رؤيه حلوه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ومثلا ان شاء الله كذب عمل حاجه غضب ربنا مثلا، يعني العياذ بالله يعني، او عمل اي حاجه، الرؤيه دي ربنا هيشيلها منه، ولا الرؤيه ثابته ما بتتغير؟ حاضر. وعايزه بس الدكتور صديقتي الشيخ يقول لي الجواز ده
نصيبه الاختيار ويقول لي بس الرؤيه ممكن حاضر. يروح على البني ادم حتى لو انسان عمل حاجه ولا هي ثابته ثابته ليه ما بتلحقش من عليه ابدا. حاضر حاضر شكرا ليك يا استاذ زيبه. فضلت الشيخ هنرجع لحضرتك بقى وتقول لي النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام سيدنا محمد كان في العشر الاواخر بيعمل ايه عشان نخلي نقول للناس النبي كان بيعمل ده في عشر الاواخر نقتدي واحنا نعمل ايه صحيح. في العشر الاواخر. طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في شهر رمضان ما لا يجتهد في غيره من باقي الشهور. اذا هذا الشهر الكريم لما يدخل كان اجتهاد النبي مفضل عن باقي الشهور لان الشهر نفسه مفضل لما فيه من شرف وكما قلنا نزل فيه القرآن وفيه ليلة خير من ألف شهر إلى غير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العبادة منهم كما سئلت السيدة عائشة أمنا رضي الله عنها وأرضاها فسئلت عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت كان يجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره من الشهور فإذا دخل العشر أي العشر الأواخر منه إذا دخل العشر منه اجتهد أكثر مما اجتهد في باقي الشهر بيضاعف المجهود يضاعف المجهود. طيب فكان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر أدي واحد اثنين شد المئزر يعني إيه؟ معناها يعني بقى اجتهد آه. باختصار الاجتهاد في العبادة لما كده يا أستاذ هاني وحد يكون عايز مثلا يعني يرفع حاجة من الأرض وبدأ يشمر كده آه. عشان يعرف يعدل نفسه شد المئزر أي اجتهد يعني دي كناية عن اجتهاد في العبادة أي. شد المئزر. طيب بعد شد المئزر عمل حاجة كمان هو عمل ثلاث حاجات طيب أيقظ أهله وأحيا ليلة هو كان يحيي الليل من أول الشهر لكن لما دخل العشر الأواخر في حاجات جدت اجتهد شد مئزره آه. وأحيا ليلة وشوف كلمة أحيا هنا آه. شوف بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم أحيا لم يقل أقام الليل أقام ليلة أو صلى ليلة لا أحيا وكأن الليل حياة بالنسبة له يكون بالحياة وغير الصلاة يعني آه. والاجتهاد كأنه ميت مع أن إحنا مولانا بنقول وجعلنا الليل لباسا الله سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا الليل لباسا للنوم يعني في الليل لباسا نعم لتسكنوا يعني فيه من رحمته فيه ولكن في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم أحيا الليل أحيا الليل آه وده ملحظ جميل يعني لذلك في بعض الروايات أن السيدة عائشة تقول يعني أنه كان شهر رمضان صلاة يعني مفرقة ما بين صلاة ونوم وذكر وباقي الأعمال لكن العشر أواخر أحيا فكأني يعني النوم قليل فيها النوم قليل. قليل أحيا ليلة طب والتالتة أيقظ أهله طبعا أحيا ليلة صلى طب أنا بصلي التراويح يعني أنا بعد ما بصلي العشاء بجيب بصلي القيام والتراويح السنة آه. بتاعت العشاء المؤكدة ركعتين بصلي ثمان ركعات إيه مثنى مثنى طيب أعمل إيه في العشر الأواخر أزود ولو ركعتين يعني أنا هبدأ ولو ركعتين أربعة ليس له عد ولا حد يعني مفيش عدد معين لصلاة الإيه؟ الليل اللي هي سواء تهجد أو قيام أو تراويح في الآخر كله يدخل في معنى واحد وهي صلاة الليل أحيا ليله بالصلاة وأيقظ أهله حتة جميلة أيقظ أهله ناخد منها إيه؟ ما كانش هو يقوم يصلي ويترك أهله نائم صح كده؟ هو أيقظ أهله يبقى كان يصلي ويوقظ أهله طيب في عندنا حديث آخر قال صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله رجلا قام من الليل يصلي ثم أيقظ زوجته يصحي زوجته يوقظها لتصلي فأبت هنا طبعا أبت مش معناها أني مش عايزة لا يعني النوم واخدها شوية النوم بيبقى الإنسان طبعا أيوه. مش في وعيه فأبت فنضح في وجهها الماء نضح هنا مش بالمعنى اللي حد يعرفه آه يعني من نضح الماء آه. يعني مجرد بس باقي الماء كده بشكل يعني آه. يكون فيه رحمة يعني والعكس آه. ورحم الله امرأة قامت من الليل صلت زوجة صلت فأيقظت إيه
أهلها. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا، يعني أنقذوا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لأني أنا مسؤول عن رعيتي، حضرتك مسؤول عن رعيتك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي. فأنا لما أخذ أجر، يعني اللي بيفطر صائم النهاردة بياخد إيه؟ بيبقى إيه؟ صام يوم ولا اتنين؟ يومين. طب واللي لو سحر حد يبقى هو سحر واحده ولا اتنين؟ اتنين. مش كده برضو؟ تمام. طيب واللي صحي حد يصلي حتى لو من أهل بيته، لو هياخد برضو نفس، يبقى بياخد أجرها. تمام. أو ذكرت أو استغفرت أو تصدقت إلى غير إيه؟ إلى غير ذلك. أو أيقظ أهله. أدي معنى أيقظ إيه؟ أهله. النهارده يا استاذ هاني احنا في الـ في الـ في اللي احنا فيه دلوقتي، اسال الله جل وعلا ان يرفع الغمه امين يا رب عن الناس جميعا، عن كل الناس في مشارق الارض ومغاربها، لان ده بلاء يعني وابتلاء. في هذا الوقت الصلاه في البيت، وهذه حكمه من حكم نجهلها، لله حكم كثيره، لكن ده اللي ظاهر امامنا. يعني الصلاه في البيت جعلت هناك رباطا وثيقا في الأسرة. الأسرة بقى فيه رباط وثيق بين الزوج والأولاد، الزوج والزوجة، حتى لو كان الرجل يحافظ على صلاته في المسجد، فكان ينزل للمسجد، أما اليوم وهو يصلي في البيت أصبح فيه كنترول. ده هيخليني أقول يا مولانا أن حتى لو الله سبحانه وتعالى ابتلانا، فابتلاؤه بفيروس كورونا لينا جاء رحمة. نعم. جاء ان انت يبقى فيه رباط، يبقى فيه الناس في البيت بتتجمع، اللي ما كانش بيشوف ولاده بقى يشوفهم، اللي ما كانش بيقعد مع ولاده بقى يشوفهم، رباط. اللي بقى يلاحظ ولاده وهم كانوا بيرحصوا صاحبه مين وبيروحوا فين وقعد يتكلم معاهم، اللي كان ناسي ولاده وبيته ابتدى يقعد يشوف الولد والبنت بيعملوا يتابع ايه، يتابع. عشان كده قلت كنترول، فجت حكمة من عند ربنا طبعا. لذلك يعني شوف الله يقول قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. ما كتب الله ايه؟ لنا، مش علينا. لنا. يعني لينا. لينا هو أجر لنا حتى لو مكتوب علينا. طيب هاخد أم عمر وارجع لحضرتك تاني. أم عمر، أم عمر معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام. أستاذ هاني معايا يا فندم؟ أيوة يا فندم، اتفضل يا فندم. كل سنة حضرتكوا خير جميعا. وحضرتك طيبة يا فندم، اتفضلي. إيه ممكن بعد إذنك تكلم فضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا فندم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ عندي سؤالين. اتفضلي. بس وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون. ماشي يا فندم. أول سؤال لو سمحت يا عم الشيخ، عايز أعرف أنا ختمت المصحف مرة. فهل المرة الثانية يعني أقرأ المصحف عادي بالتفكير؟ بس ده هياخد مني وقت، فأنا نفسي أختمه مرة واثنين وثلاثة. تمام، ده كان اول سؤال. تمام. فالافضل ايه يعني، ان انا اقراه بالتفسير هياخد مني وقت، ولا ان انا اختمه مره ثانيه وثالثه؟ ده اول سؤال. اتفضلي. تاني تاني سؤال، بالنسبه للميت بفيروس كورونا، هل ده يعتبر بالنسبه له سوء خاتمه؟ وشكرا جدا. حاضر، شكرا ليك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. طبعا الاسئله هنخصص لها اخر خمس دقائق ان شاء الله ونجاوب عليها. معانا استاذ احمد. استاذ احمد اتفضل. السلام عليكم يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب وفضيله الشيخ بخير وربنا يخليك ومبارك عليك وعلى الامه الجميله. اللهم امين. ربنا يخليك يا فندم، ربنا يخليك. اتفضل يا فندم. كنت عايز بس اسال فضيله الشيخ حاجه كده. اتفضل. انا مساء الخير يا فضيله الشيخ، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا بيك يا مرحبا. كل سنه وحضرتك طيب. انت طيب. اللهم امين. ربنا يبلغنا وربنا يبلغ الشعب المصري وربنا يبلغنا العشر الأخيرة، وربنا يجعلنا من المعتقين من الله بإذن الله، وربنا يجعله شهر مبارك علينا وعلى الأمة الإسلامية جميعا. اللهم آمين. بس أنا كنت عايز حضرتك، أنا هاخد من حتة شهر رمضان كده، هاخد من وقت حضرتك دقيقة. اتفضل. أنا كنت عايز أخد من حتة الشهر العظيم دوت، وربنا سبحانه وتعالى أكرمنا به دونا عن بقية الأمم كلها، الأمم الإسلامية، وخصوصا الفايدة والعظمة ان احنا والاجتهاد ان احنا بنعمله فيه، ان ربنا يجازينا بيه بعمله. بس انا كان ليا ملحوظة صغيرة، احنا النهاردة بيقوموا قفلوا المساجد. النهاردة بقى كل بيت في مصر مسجد. جميل. لو ربنا اكرمنا اذا كانت المساجد اتقفلت من اي سبب الكورونا والكلام دوت،
فربنا علمنا زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال مش عارف ده كان ارض رزقنا والتراب طهورا، يعني الدنيا كلها مساجد. فده فضل من عند ربنا بامه محمد ان هو يخلي كل الشعب المصري بيته بقى جامع زي ما حضرتك قمت يركز اهله وبقى كل بيت في مصر جامع. بس انا ليا اراء حضرتك تقوم الناس ليه الناس مش مقدره النعمه اللي ربنا مديهالنا ومفضلنا بيها على الناس، البلد والحكومه والمسؤولين بيعملوا بقدر مستطاعهم. بس انا بالنقع عليك لما بمشي بعربيتي في اي مكان الصبح ولا بكون رايح مشوار للضروره انا ببقى ماشي بادئ من الناس من كثر التكدس اللي هم بيعملوه. ما هو ما يكلف الله نفسا الا وسعها. احنا عارفين امكانياتنا واحنا شعب طول عمرنا بنيجي في وقت الازمه نتكاتف. صحيح. وفي وقت الازمه بيبان معدن الشعب المصري. ما احنا نعتبر دي ازمه ونتكاتف فيها ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بالصبر وان يكون واحد يراجع نفسه، ودي فرصه لقرايه القران وفرصه للتعبد خصوصا الموضوع كورونا دوت، ونستغل دوت ان احنا نهدى ونقعد في بيوتنا شويه. لان انا بشوفه بالنهار زحام شديد، والشعب المصري طول عمره شعب عظيم. حضرتك في حرب 73 من اول اكتوبر من اول 6 اكتوبر لحد شهرين ما تسجلش محضر فرقه واحد في جمهوريه مصر العربيه. تمام. ده كان دليل على ان الناس فاهمه ومتكاتفه مع بعض. ما تسجلش محضر واحد في خلال حرب اكتوبر في جمهوريه مصر العربيه في ال 24 محافظه. النهارده ليه ما نعملش كده ونتكاتف نعتبر نفسنا ان احنا في حرب؟ ونتكاتف كلنا عشان ربنا يعدينا بالمحنه دي ونقدر نوقف البلد على رجلنا ونقدر نوقف. احنا افضل من غيرنا كتير، مشاريعنا شغاله، الاتحاد بتاعه المشاريع شغاله، الحكومه بتعمل اللي عليها، بس هي كلنا في الغالب في انه صح. فانا رجاء من حضرتك تناشد الناس تحافظ على النعمه اللي ربنا مديها لنا دون عن الناس. ان شاء الله. شكرا ليك يا استاذ احمد حسنت. وكل سنه وحضرتك طيب. مولانا هنرجع لرمضان وروائح شهر رمضان الكريم. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في رمضان، يوقظ أهله ويشد المئزر وكان يحيي الليل، النهاردة إحنا في الوقت اللي إحنا فيه عايزين نقول لكل فرد من أفراد الأسرة كيف تحيي العشر الأواخر من رمضان أو بقية رمضان. اللي ملحقش في الأول لسه الفرصة قدامه طبعاً. لسه قدامك أيام، لسه قدامك عتق من النار، لسه قدامك مغفرة، لسه قدامك رحمة، لسه قدامك الشهر كنز قدامك. ربنا فتح لك كنز قدامك، اغترف منه على قدر المستطاع. هتقدر تاخد إيه عشان تطلع بيه من هذا الشهر الكريم؟ ياريت نقول للناس تعملوا إيه الأيام اللي جاية. يعني أنا عايز حلول عملية للناس. الناس عاوزة الحاجة المادية الملموسة، يقول لك أنا عاوز أعمل عشان اخد. تمام. فعايزين نقول له عشان تاخد تعمل ايه؟ تمام. طيب فضل. احنا هنعمل ثلاث حاجات. ثلاثة اشياء لابد ان يفعلوا. تمام. في رمضان ثلاثة اشياء دول. واحد، قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا ايه اللي بيحصل؟ بيغفر له ما تقدم من ذنبه. تمام. ادي اول هدية. تمام. طبعا الشيء الثاني، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، صلاة القيام. تمام. غفر له ما تقدم من ذنبه. يبقى الأولانية من صام رمضان صام، الثانية إيمانا قام واحتسابا، الثانية قام رمضان. تمام. صلاة التراويح أو صلاة الليل إيمانا. تمام. واحتسابا. تمام. غفر له ما تقدم من ذنبه. طيب الثالثة، من قام ليلة القدر، يا سلام، إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم ثلاث فرص من ذنبه. آه. دول ما ينفعش يتساووا يا استاذ. آه. في الشهر الكريم. ادي ثلاث اشياء. طيب في ثلاث اشياء لا يفعلوا عكس الاولانيين. ايه هم؟ تمام. ترك قول الزور، وترك العمل به، وترك الجهل اللي هو السفه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من لم يدع قول الزور، قول الزور أدي واحد، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. اللي احنا قلنا عليه صوم الايه؟ صوم البطون. آه. صوم اللي هو صوم العوام.
فالثلاث أشياء دول لا يفعلوا في رمضان. اللي بيدخل فيهم أن أنا أمسك لساني، أخلي لساني يصوم، خلي جوارحي تصوم، صوم القلب. طيب في ثلاثة أشياء كمان اللي إحنا حضرتك طبعا تفضلت بيهم في بداية الحلقة، ألا وهم في العشر الأواخر. الثلاثة أشياء دول في العشر الأواخر، إذا دخل العشر الأواخر أيقظ أهله وأحيا ليله وشد مئزره. تمام، أدي ثلاث أشياء. طيب عبادتي في العشر الأواخر تبقى إيه؟ طبعا كوكتيل. جميلة أوي كلمة كوكتيل دي، يعني زي عصير كده، حاجة بتتلذذ وانت بتشربها. حسنات وانت يعني الحاجة بالفعل. انت شبهت احنا بنتلذذ واحنا بنشرب عصير معين او حاجة معينة بالزبط. فعايز انا كمان اتلذذ بالعبادة وانا بعملها. يعني النهاردة لما بلاقي حد يقول لك انا جاي تعبان من الشغل، انا تعبت في الشغل النهاردة قوي، انا عملت كذا كذا في الشغل، ومبسوط ان هو تعب في الشغل وخد اجر، يقول لك ده انا النهاردة طلع عيني في الشغل، بس اخر اليوم كافئني رب العمل، اداني النهاردة حافز او اداني مكافأة او طب انت يعني انا برضو بقول لنفسي امتى في يوم انا تعبت من العبادة عشان اقول لربنا كافئتني؟ يعني هل انا تعبت من امتى؟ فين ايه اليوم اللي انا تعبت فيه في العباده؟ يعني انا ما شفتش، انا بتكلم عن نفسي، ما فيش يوم انا جيت تعبت فيه من العباده. شوف يا استاذ هاني، ان الله لا يمل حتى تمله. ده بالنسبه للعباده. يعني ايه؟ طول ما بتزود ربنا مش هيمل من عبادتك. لكن احنا لما يجي حد، يعني انت قريت قران النهارده؟ فيقول لك لا اصل انا كنت متعود اقرا جزء. طب والنهارده ما انا عشان كسلت فها جزء، بكره بقوا اثنين. لا، انت عندك ممكن تاخد يعني ايات بسيطه وقليله، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر من القران. يعني سيدنا عبد الله بن عباس، ولما نقول سيدنا عبد الله بن عباس يعني حبر القران، بيسال واحد بيقول له اني سريع القراءه، فبيساله سؤال بيقول له انا سريع قراءه القران، فبختم سوره البقره في ثلاث، يعني في ثلاث ليالي. فرد عليه سيدنا عبد الله بن عباس قال لأن أقرأ البقرة، عذرا بيقول له أنا بختم المصحف في ثلاث ليالي. بختم المصحف كله، ده ردا على سؤال أختنا اللي سألت. بتقرأ بتختم، لكن هنا بتدبر ولا من غير تدبر؟ إحنا عايزين نقرأ بتدبر. نختم بس نحاول ما نسرحش. وأنا لا أعتب هنا على من، يعني أنا تسألت سؤال هنا على ما أذكر بالأمس، سائلة قالت أنا أقرأ وتتعتى لا أفهم في بعض الآيات، لا أفهمها. فبعض الشيوخ قال لها كما قالت يعني أني لا خطأ. لا، أنا لا ألوم على هؤلاء. هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم لهم أجر القراءة وأجر التعتعة وأجر عدم الفهم، لأنه مش بدي. لكن أنا ألوم على من يقرأ وعنده الأدوات، أن ممكن يبقى عنده هامش ويشوف الكلمة اللي ما يعرفهاش، أو هو حافظ للقرآن ويقرأ وهو بدون تدبر. فلذلك سيدنا عبد الله بن عباس قال له أنا أقرأ، أحب إلي أن نقرأ البقرة، البقرة في أكثر من ذلك، يعني أتدبرها وإيه، أو عشر آيات، عشر آيات أحب إلي مما تقول، أحب إلي مما تقول. أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أصلي ركعتين، وبعد ما أصلي ركعتين حتى ولو بقصار الصور، اللي عايز يزود بيزود. تمام. بعد ما صلي الركعتين في ترويحة كده، يعني راح تستغفر الله قد إيه؟ ولو عشر مرات. أنت تعرف عندنا تأمل وتدبر وبهدوء. نعم، عارف يا أستاذ هاني، إحنا عندنا ختام الصلاة اللي إحنا بنسميه يعني الذكر اللي بعد الصلاة. كتير مننا ممكن يبقى مشغول فبعد ما يخلص يمشي. لا، ده في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إن مش 33 بعد كل صلاة، لا 10. طب العشرة دول 10 سهلين تقولهم أنت ماشي وقت. بمية وكام؟ يعني 10 سبحان الله، و10 الله أكبر، 10 الحمد لله. أدي كام في خمس فروض؟ 150 في الأجر كام؟ 1500 في سهلة. يبقى أنا أصلي ركعتين، أستغفر أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. أقوم أعمل إيه؟ الدعاء، أتضرع إلى الله وأدعو. طيب أعمل كوكتيل، يبقى قراءة قرآن، ذكر، صلاة، استغفار، دعاء، استغفار. وأنا ألوم على كل من لم يتضرع في هذه الأيام. لا ألوم على من لا يدعو. هناك فرق بين الدعاء وبين
التضرع. التضرع أشد. فلولا إذ جاءهم بأسنا فتضرعوا ولكن قست قلوبهم. لذلك التضرع محتاج ان انا اتضرع الى الله ان يرفع عنا البلاء وعن عن, عن عن الكل عامه وعن مصرينا الحبيبه خاص. امين يا رب. هاخد ام عبد الله وارجع لحضرتك تاني. فضل. ام عبد الله اتفضلي. الو ام عبد الله. استاذ هاني. ايوه يا فندم اتفضل يا فندم. ازاي حضرتك يا استاذ هاني؟ اهلا وسهلا. كل سنه حضرتك طيب. وانت طيب يا فندم. اتعودنا دايما ان حضرتك في البرنامج بتاعك كده تجيب مشايخ الازهر الدين الوسطي المشايخ الوسطيين ربنا يكرمك. الله يخليك يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. ممكن اكلم عم الشيخ؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ اهلا يا مرحبا. لو سمحت يا عم الشيخ عندي سؤال. اتفضل. دلوقتي جوزي مش فاضي ان هو يصلي بيا يا جماعه. وابني عنده 11 سنه فهل عشان اخد ثواب الجماعه ممكن ابني يدون يصلي بيا وهو مش خاتم القران ولا حاجه يعني هو حافظ بس يعني بس بيعرف يصلي بالتجويد وكده يعني. تمام. ده اول حاجه. تاني حاجه ممكن بس يا استاذ هاني بعد اذنك تخلي الشيخ ختام الحلقه يدعي لنا كده شويه ادعيه يمكن حاضر. ربنا يزيح عنا الغمه اللي احنا فيها دي. حاضر حاضر. شكرا ليك. يا شكرا. استاذ هاني. شكرا يا فندم. استاذه ايمان اتفضلي. الو استاذ ايمان. استاذ ايمان اتفضلي يا فندم. ازيك يا استاذ هاني؟ اهلا وسهلا يا فندم اتفضلي. انا ممكن اكمل حضرتك الشيخ؟ اتفضلي يا فندم معاكي. حضرتك الشيخ يا مرحبا. هو حرام ان الواحد مثلا لما يحصل جماعه بينه وبين جوزها وكده ومتشطف شويه ده حرام؟ السؤال تاني حضرتك. وقت الصيام وكده. في وقت الصيام ولا بعد الفطار؟ وقت الصيام وكده. يعني في نهار رمضان؟ لا بالليل مثلا تيجي. ما فرقي كدا. بس في نهار رمضان ولا بعد الفطار؟ بعد الفطار. تمام تمام. حاضر هيجاوبك الشيخ. شكرا. مولانا الأسئلة معنا كترت وخايف الوقت يدهمنا وما نجاوبش عليها. طب وإحنا بندردش كده هناخد برضو الأسئلة ونقول فيها. هنتكلم عن أم عمر بتقول أنا ختمت مرة وزي ما حضرتك كنت بتتكلم معاها وبتقول ختمت مرة وقرت المصحف مرة وفي المرة التانية هي هل تقرأ بالتفسير ولا هي عايزة تختم مرة كمان؟ يعني هي عايزة تقول اللي هي ختمت مرتين ولكن هي شايفة أن هي عايزة تختم مش عايزة تتدبر عايزة تقرأ المصحف. إذا قرأت المصحف مرتين وختمت بيه نقول لها إيه؟ والله طبعا القراءة نؤجر عليها. إحنا ذكرنا بالأمس كلام للإمام أحمد ذكره أهل العلم أن الإنسان لما يقرأ القرآن هو بيؤجر. لا نقول غير ذلك ولكن الأجر بالتدبر أفضل. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. قال تعالى أفلم يدبروا القول. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وطبعا القراءة تدبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتعجل بالقرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به. نعم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فطبعا القرآن بتدبر أفضل. لذلك كان الصحابة يقرؤون آيات يسيرة مع العمل. وطبعا هو في آيات مفهومة من غير أي شيء. أقيموا الصلاة مفهوم، آتوا الزكاة مفهوم، لكن في كلمات ممكن تحتاج لي يبقى معايا مصحف فيه الهامش أبص للكلمة وأتدبر أفضل. فلا حرج أن تختم ولا حرج أن تتدبر. هناك من يقرأ بتدبر. طيب عندنا سؤال لهبة بتقول الجواز اسمة ونصيب ولا اختيار؟ الجواز اسمة ونصيب ولا ده قدر ولا كل شيء بقدر الله. قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. لكن وضع الله لنا أسباب. أقول الزواج اختيار. والذي علمنا ذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهنا الزواج ليه بنقول اختيار؟ لأن الاختيار مبني على الكفاءة. لابد من الكفاءة في الزواج. كفاءة في العلم وكفاءة في الحسب وكفاءة في النسب وكفاءة في الدين. تمام. وكفاءة في الماديات. في كفاءة في كل شيء.
فده مهم. فالزواج اختيار مع تفريغ القلب واستخارة الله جل وعلا في الأمر يعني. تمام. بتقول الإنسان هي شافت رؤية حلوة، هل لو فعلت ذنب الرؤية الحلوة دي هتروح منها أو البشرة اللي هي جات لها دي تروح منها؟ للأسف نعم. الذنوب تزيل النعم. لذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: حافظوا على النعم بالطاعات. يعني الذنب ينزل فيأخذ الإيه؟ تمام. النعم. السؤال اللي معانا بتقول: هل الميت بكورونا ده سوء خاتمة لي؟ لا حول ولا قوة، كيف ذلك؟ ألم يمت من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل مات في طاعون عمواس. يعني كان في طاعون عمواس في الشام، مات فيه كثير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، على رأسهم أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وغيرهم. فهذا الابتلاء للكل، لمسلم ولغير مسلم، هو ابتلاء للكل. والابتلاء دائما وأبدا لا نقول بحسن خاتمة ولا سوء خاتمة، بالعكس هذا ليرفع الله جل وعلا العبد درجات. أم عبد الله بتقول: جوزي ما بيصليش بينا، مش فاضي يصلي معاهم، وابنها 11 سنة بيصلي بيها. نعم يصلي بهم، يصلي بهم ولا تجوز إمامة المرأة. طيب الجماع في، هي كنت بس بستفسر منها، الجماع في نهار رمضان كان إيه؟ برضو هنقول للسؤال، ولكن هي بتقول الجماع. نعم في الجماع في نهار رمضان. لا هي بتقول سؤالها بعد الفطار، بعد الفطار لا شيء فيه الجماع. لا شيء فيه حتى قبل الفجر، يكون النزع قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر فلا شيء فيه. طيب هننوه بس عن زكاة زكاة الفطر في نص دقيقة، احنا وقتنا دهمنا. نعم، ولكن نعم. نقول بس وإن كان اللفظ الصحيح صدقة صدقة الفطر، زكاة أو صدقة الفطر يعني كما تفضلت. حددتها دار الإفتاء هذا العام ب 15 جنيه 15 جنيها. طيب تمام، هذا أقل شيء، أقل شيء حددوها على غالب نعم صح من غالب قوت البلد، وغالب قوت البلد القمح الذي يصنع منه رغيف الخبز. فطبعا 15 جنيه أقل شيء، من أراد أن يزيد على هذا فالله جل وعلا يعني. طيب يعطي. عندنا زوجة حامل، وهل الجنين اللي في بطنها لسه جنين في بطنها يعني تطلع عليه زكاة؟ الزوج يطلع عليه زكاة؟ نعم، يعني هو تفصيلا صدقة الفطر تخرج على كل من فيه روح، صغير كبير ذكر أنثى. أما الجنين في البطن يعني هو لم ينزل للحياة، لكن البعض يعني من توسعة على المساكين قالوا إن أخرج فمن كرمه يعني، وإن لم يخرج لا شيء عليه، لكن الذي هو مسؤول عنه صغير كبير، حد عنده مثلا سائق في البيت، عنده عمال لا يستطيع يخرج عنهم أو هو مسؤول عنهم، يخرج ما فيش أي إشكالية، لكن عمن هو يرعاهم، على المرأة على الذكر على الأنثى على الصغير على الكبير حتى ولو رضيع تخرج عنه صدقة الفطر. وتخرج طبعا هو الأفضل طبعا في قبل صلاة العيد، لكن على الأحناف وغيرهم تخرج من أول يوم في شهر رمضان، وبالأخص لما فيه لما نحن فيه من نوازل، أسأل الله جل وعلا أن يرفعها عنا جميعا. طيب في دقيقة مولانا عايزين دعاء، دقيقة واحدة ندعي فيها الأمة الإسلامية، يا ريت تتفضل بدعاء لنا كلنا إن شاء الله ونأمن وراك. ربنا يبارك فيك. الحمد لله في الأولين، والحمد لله في الآخرين، والحمد لله في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا وفرج همومنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا. اللهم اشف أمراضنا وارحم أمواتنا وتقبل دعاءنا واحفظ مصرنا واحفظ أمننا واحفظ جيشنا
واحفظ بلادنا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفتن يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا، اللهم احفظنا، اللهم اغفر لنا، اللهم تب علينا، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمين، اللهم أمين. الله يبارك في حضرتك وتقبل الله منا ومنك يا رب العالمين. ونتمنى أن الدعاء إن شاء الله ربنا يستجيب لنا إن شاء الله، ويغفر لنا ذنوبنا ويتقبل صيامنا وقيامنا، وإن شاء الله ينجينا من هذه الغمة وينجي شعبنا وينجي أمتنا الإسلامية. في نهاية هذه الحلقة أتقدم إليك بالشكر فضيلة الشيخ جابر العطوفي، وإن شاء الله لنا مع حضرتك حلقات أخرى إن شاء الله نبصر الناس ونقول لهم بالعلم الأزهر الوسطي الجميل اللي إحنا بنقول لهم، بنوصل المعلومة بدون تشدد ببساطة للإنسان البسيط يسمعها ويتعلم ويفهم إن ديننا دين بسيط، دين الوسطية، دين جميل للغني وللفقير. صحيح. شكرك يا كل سنه وحضرتك طيب. طيب يا فندم. اعزائي المشاهدين، في نهايه هذه الحلقه لا يسعني ان اتقدم بالشكر لضيفي فضيله الشيخ جابر العطيفي، وحقرر واقول يا جماعه اغتنموا الفرصه في شهر رمضان. لو كل يوم في العشر الاواخر دور عملت لنفسك ورد في القران، ختمه في القران في خلال العشر ايام هتخلص. لو كل يوم ثلاث اجزاء هتخلص وتبقى ختمت. لو كل يوم طلعت صدقه هتفديك عن حاجات كتيرة قوي. صدقني لو تعبت شوية زي ما بتتعب في الشغل في العبادة هتلاقي ربنا ادالك أفضل مما خدت في الشغل. العشر الأواخر مهمين جدا، رمضان شهر النفحات. ما تخليش رمضان يعدي عليك من غير ما تكون فايز بالجايزة يوم العيد، لما ربنا بيقولك دول اللي صاموا واللي قاموا تفضلوا الجايزة إني قد غفرت لكم. ورب إن شاء الله يزيح الغمة عن هذه الأمة وعن مصرنا الحبيبة. يا جماعة خلينا في البيت، خلينا نعدي الأزمة بتاعت كورونا دي على خير إن شاء الله. الأعداد بتزيد، زي ما ابتدينا في الأول كان عندنا وعي، لازم في الآخر يبقى عندنا وعي، نسمع التدابير الاحترازية وإن شاء الله ربنا يكرمنا وينجينا منها. على أمل ووعد أن يتجدد اللقاء في حلقات أخرى. كان معكم هاني الفرح.